بزاف قبل لاتيل ديال تقصى هذيك لي 30% من الكور جلوبال امبوسيبل باش يخرجها من جزء قبل انا كنزيد التدخل ديالي التدخل ديال السيد ديالي دابا ديك لي 30% ملي غيجبدو الجزء الاقليمي باش ينخرط في هاد الاوتيل ينخرط في هاد الاتفاقيات هذا الموضوع يمكن نقول عليه انه تنطبق عليه مقوله لو جيست كي كونت لان الفوائد اللي غنرجعوها لبلادنا اكثر من ديك المصاريف كما قال السي علي انا عندي جوج سؤالين للتدخل ديالي الاول حنا في اليوسفيه درنا شراكه مع جماعه اليوسفيه وجماعه كاينفين بغامبيا على اساس حنا ما كناش حامل المشروع حولنا نحولوا المساهمه ديالنا لجامعه اليوسفيه على اساس جامعه اليوسفيه اللي غادي تكمل المشروع مع الجماعه المآل ديال الملف حيت باقي المشروع متعطل والرئيس في الاجتماع ديالنا حول ما مدى امكانيه المساهمه ديالنا في المشروع الرابع هو عندنا اكراه مالي صراحه والاخوه المدراء عارفين في السنوات الاخيره الدوتاسيون كومبليمونتير ديال التربية ديما كتجي ناقصه انا الملتمس اللي عندي الجمعيه المغربيه وعبر الشعب العظيم واللي كنشكروا بالمناسبه على التواصل الدائم ان المديريه العامه للجامعه الترابيه في الدوتاسيون كومبليمونتير تاخذ بعين الاعتبار الاقاليم اللي منخرطه في هذا المشروع باش على الاقل الرؤساء في الانخراط ديالهم في هذا المشروع يكونوا مرتاحين خاصه كنعرفوا الالتزامات ديالهم السياسيه داخل الاهميه ديال التعاون المركزي جميل هذا المبادره ديال الصندوق الافريقي هي حقيقه انا كنعتبرها نعمه بالنسبه للمغرب لان مكنات المجالس انهم يعرفوا ديجا شنو هو التعاون المركزي لان بزاف ديال المجالس اليومين هذا ما عمرهم ردوا بال التعاون المركزي اون جينيرال دونك هذه بادره طيبه وكنشكروا السي عامر السي مصطفى لان حنا كانت عندنا تجربه مع تونس مالوغوزمون اين ايتي جوري مي حنا تنبغي نشهد من هذا المنبر على التجربه ديالنا مع المديريه العامه للجامعه الترابيه بشخص سي عامر اللي واكبنا هذيك التجربه واللي خلانا تنكتشفوا التعاون المركزي الجنوب جنوب. دكتور نور الدين الازرق نائب رئيس جمعيه رؤساء مجالس العمالات والاقاليم. هذه مناسبة اللي كنظموا فيها واحد الدورة تكوينية لمديرين المصالح لجميع مجالس العمالات والأقاليم هو الموضوع تيتكلم على فاكدي صندوق التضامن المغربي الإفريقي اللي فيه عدة مشاريع أولا باش الإخوان المدراء يفهموا أهمية العلاقات المغربية الإفريقية والتبادل بين جماعات ومجالس عملات وجماعات ترابية بصفة عامة مغربية وإفريقية ولكن الموضوع هو تحسيسهم بواحد يربطوا علاقات بيناتهم اللي في أي مجلس عمالة تكون واحد تجربة ناجحة خص مجالس أخرى يستافد من هذيك التجربه اللي ناجحه في واحد العماله او الاقليم وبالتالي خص علاقه بين الاخوان الرؤساء وهذه مناسبه مثلا باش جمعنا هاد تبارك الله 75 مدير عام المصالح دوزنا الميساج غير الحفاظ على الماء اليوم حنا في ازمه خصنا كمواطنين ماشي كمسؤولين نكونوا حاسين باللي اي قطره خصنا نقتصدوا عليها راه كتنفع الارض فهذا كان نداء للاخوان انهم كل مجلس عمل او اقليم يقوم بمبادرات للحفاظ على الماء هناك فكره ديال الجمعيه اللي تربطهم هذا كيبقى لهم هما الصلاحيه بيناتهم ان شاء الله وقررنا على اساس انه غيكون على الاقل جوج دورات تكوينيه في السنه هذه السنه اول دوره كانت موضوع هادشي الفاكدي ولكن السنه المقبله غيكونوا مواضيع اخرى اللي كتهم مجالس وتنميه العمالات والاقاليم بالمغرب ان شاء الله وشكرا الشعب العظيم المدير التنفيذي للجمعيه المغربيه رؤساء مجالس العمالات والاقاليم
هذه الدوره تتجي في تنزيل استراتيجية ديال الجمعيه لمواكبه مزيه عمل الاقاليم لتكوين القدرات ديال الرؤساء اولا وديال الاطر منهم المديرين العامين والاطر ديال التعاون المركزي. واخترنا هاد لا تيماتيك هاد المره هذه ديال الفاكدي اللي هو واحد الموضوع مهم باش هاد المديرين وهاد الاطر يكونوا موجودين باش يقدروا يهيئوا الملفات اللي خاصه بهذا التعاون المركزي ما بين مجالس عمل الاقاليم المغربيه وما بين المجالات الترابيه الافريقيه. تقدر تكون جهات، تقدر تكون جماعات، تقدر تكون مجالس عمل الاقاليم. دونك زعما كاين ما كاينش واحد لابد ما يكون تجانس ما بيناتهم. التجانس فاش خصو يكون فاش غادي نعاونوهم، فاش نعاونوهم ولا فاش غنتعاونوا في المسائل اللي عندها علاقه بالمسائل الاجتماعيه اللي هي من اختصاصات مجلس عمل الاقاليم. والحمد لله كان واحد الحضور مكثف، وصلنا لواحد 100 الناس اللي جاوا من وجده، طنجه، الداخله، اوسرد، اكادير، طنطان وبركان وفين مشينا. دونك المغرب كامل حاضر الحمد لله، وهذا فخر لينا بان هاد المدراء وهاد الناس هادو جاوا باش يحضروا هاد الدوره التكوينيه الاهميه ديالها، ولانهم هما باغي يشاركوا في هاد ينخرطوا في هاد المسار ديال التعاون المركزي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.